بالنسبة لمسكة القوس، احنا بعد ما مسكنا القوس وجينا حطينا القوس على الوتر في النص، عند الطبعة، مفضل هون تكون طبعة، عند الطبعة هون الزهرية، لانها هي اللي نص الايد بتكون. فمهم جدا نعرف انه لما احنا بدنا نشتغل في القوس نشتغل بالنص الايد فقط، يعني هاي الايد ما بتتحرك هيك، هذا خطأ. تمام؟ شو اللي بدنا نعمله؟ اللي بدنا نعمل نحط القوس على الوتر. فرضنا احنا وتر اللا، اذا احنا الكمانجة الغربي، هاي انا في كمانجة غربي بعزف، صول ري لا مي. الكمانجة العربي بتكون بدل اللا صول، بدل المي ري. احنا حاليا في الكمانجة الغربي وما له علاقة في كيف بعزف، عجتين لازم اعزف نفس الطريقة. بحط القوس على اللا وبسحب سحبة هيك صحيحة، وبرجع. المفروض انه شكل الايد هون في هالمحل هذا كيف ما انا بعزف لبرا هيك، بده يرجع وكانه في فيلم فيديو ورجعته في العكس، فبدها ترجع بالطريقه اللي بدت فيها، هاي الطريقه. شايف كيف؟ فانت بتعد، فرضنا 1 2 برضه عشان نحافظ على الوزن، او الايقاع الداخلي في العزف. 1 2 شفت كيف؟ 1 2 برجع نفس الاشي من هون. 1 2 وفي نقطة شوي مهمة، انه انا عمليا لما اذا بحرك ايدي لهناك القوس من فوق بروح بالعكس، واذا بروح لجوا القوس بروح في الجهة الثانية. شايف؟ شايف هون؟ فلازم ألقى التوازن. بس في العزف أنا بدي أروح شوي لجهة عنق الكمان، هذا عنق الكمان، أنا بدي أحاول في الإيد أروح لهناك شوي، يعني لجهة الإيد الشمال هيك، وأرجع بالعكس. فالإيد فيها حركة من النوع، وبترجع شوي، شيء بسيط، لأنه لازم يكون شكل المربع هذا هيك، ضلع ضلع ضلع، وهون فرضنا انه ضلع هيك. تمام؟ ولما بدي انقل القوس من وتر لوتر مهم جدا نفهم انه الكوع، كوع الايد هو اللي بحرك لنا من وتر لوتر، يعني بننزل على وتر المي من هون من كوع الايد، وهو اللي بياخذ الكف معاه، مش الكف اللي بتاخذ الكوع. مهم جدا هاي. فاذا بنتعود نتنقل من هون لهون، للا للري، طلعت للصول، نزلت للري، نزلت للا، نزلت للمي، اوكي، فبنجح انه اعزف على كل الاوتار بسيطره وتمكن كامل. فانا على المي بعزف على المي نفس الشيء، 1 2 بطلع، 1 2 1 2 وبرجع نفس الشيء، 2 بنكل على لا، 1 2 وبرجع، 1 2 بنتكل، 1 2 وبرجع، 1 2 وأنا ممكن أعمله على كل الأوتار، وبطلع من الكوع على الري، بيكون هيك في مستوي، 1 2 1 2 1 2 1 2 وبطلع على الصول قرار نفس القصة، 1 2 1 2 تمام. وفي تمرين مهم الواحد بيقدر يعمله بس تنقل قبل لا يبدأ عزل، فهمت علي؟ تمام؟ طيب، بتأمل انه هالشرح واضح، واذا مش واضح بنوضحه في بشكل مفصل اكثر وبشكل ادق.